حول ردود الفعل الرسمية حول حادثة تجاوز قنصل المغرب بوهران لحدود اللبقة بوصفه الجزائر بالبلد العدو، ورد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين على خرجتي الدبلوماسي المغربي شنين وخلال ترأسه اليوم لجلسة علنية بالغرفة السفلى للبرلمان خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، أكد رفض الجزائر لأي مساس بكيانها وسيادتها في إشارة واضحة إلى خرجتي القنصل المغربي التي تمس بمبادئ الجزائر الداعية إلى إحلال السلام ونشره. نرحب بالضيف ولا نقبل الضيم ولا نقبل أيضا أي مساس بسيادتنا ولا بمقوماتنا ولا بمميزات شخصيتنا. يشهد القريب القاسي والداني أن الجزائر كانت وستبقى دوما بلد محبة للسلام وتسعى للسلام. بالمقابل للأسف الشديد نشهد ما يمكنه من أن يعكر أجواء الجزائريين وهم يصومون شهر رمضان وفي العشر الأواخر.